عسلامة. اليوم مشيت باش نطيبو سلطة سهلة. عندي خديت البطاطا نظفتها وقصيتها كيف ما هكا، السفناريا كيف كيف نظفتها قصيتها كيف ما هكا. نجمو نزيدو معاهم البتراف باش نصنتوهم في شوية ماء وكركم وملح، ومن بعد نصنتو تاع بعضهم نزينوها بيهم ونزيدوهم رشة معدنوس. سهله وما تاخذش ياسر وقت. هذا الماء تاعي حطيت فيه شويه كركم وملح، وهذا وهذه السفناريا والبطاطا تاعي باش نحطهم يتصمتوا، ومن بعد نصمت. من بعد ناخذ كاع بعضها نصمتها، وكما قلنا فما عباد تحب البتراف نجم نصمتو، نظفوا البتراف ونصمتو. هذه هي السلطه تاعنا، نوريكم الريزلت فينال تاو باش نحطها تتصمت في الماء. توا هذه هي السلطه تاعي طابت، السفناريا طابت والبطاطا كيف كيف. توا باش نفوحها بشويه فلفل اكحل، شويه ملح، خاطر انا بكري ما حطيتش ياسر ملح في الماء. وطوا باش نزيدها شويه معدنوس مقطوع. نذكركم تنجموا تزيدوها البتراف بيان سور. توا باش نزيدها شويه معدنوس مقصوص. توا مقعد كان باش نحطو السلطه نتاعنا في صحن تقديم. توا هذا هو صحن سلطه البطاطا نتاعي حضر. ان شاء الله تكون عجبتكم الريسيت. ما تنساوش ابوني فوا ما شان سي غراتوي، وكما العاده اللي عنده اي سؤال ينجم يخلي لي كومونتير تحت الفيديو. بسلامه.